الخبير العسكري سيد سليمان بن صالح. سيد سليمان نرحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. نعم، بداية سيد سليمان لو تحدثنا عن الأوضاع الآن في مدينة سرت، ماذا لديك من معلومات حولها، وأيضا يعني ما يروج له إعلام المجرم الحرب حفتر حول هذا الانتصار، ما فائدة يعني أخذه لمدينة سرت مقارنة بمدينة طرابلس؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أستاذي الكريم ولمشاهدي قناتكم الموقرة. يعني مدينة سرت استراتيجيا أو عسكريا لا تحمل أي مهم يعني فائدة عسكرية، ربما الفائدة العسكرية الحقيقية تكمن في قاعدة الجفرة أو في منطقة الجفرة باعتبارها ثلث الوطن ومفترق طرق، ويستخدمها مجرم الحرب في إمداد قواته سواء عن طريق الجو أو عن طريق البر. أما السرت فهي فقط يعني عامل معنوي ربما يكون إيجابي أو سلبي في أي كانت الحالة. هم يعني بهذا الاجتياح أرادوا فقط يعني رفع الروح المعنوية لجنودهم، وخاصةً يبحثون عن نصر لهذا الغرض لم يستطيعوا تحقيقه في مدينة طرابلس. في مدينة طرابلس هزائم متكررة وعدد كبير جدا من الأشلاء والضحايا الموتى وكذلك من الجرحى والأسرى، ولذلك هو يعني يريد أن يحول الأنظار قليلا ويبعث برسالة مفادها أننا نحن ما زلنا أخويا وعندنا من الإمكانيات ما يمكننا حتى من التحرك خارج مدينة طرابلس وفي مدن أخرى وباستطاعتنا حتى السيطرة على مدن. ولذلك يعني كانت هذه العملية القصد منها أولا رفع المعنويات، ثانيا إرسال رسالة إلى الخارج بأنه ما زال قوي وما زال قادر على اجتياح المدن، ثالثا محاولة منه لتخفيف الضغط على جبهة طرابلس باعتبار أنه كان يعتقد أن عند دخول مدينة سرت قد تلجأ مدينة مصراتة لسحب جزء من القوة الموجودة في مدينة سرت للدفاع عن سرت أو حتى للدفاع عن مصراتة، ويعتقد أيضا أن احتلال مدينة سرت أو استيلاء على مدينة سرت ربما يكون ضربة معنوية لأهالي مصراتة تساعده أيضا في الاحتفاظ في مدينة سرت وربما حتى التقدم باتجاه مدينة مصراتة. ولكن يعني هو ساء ظنه واعتقاده كان خاطئا في السابق وسيكون أيضا في هذه الحالة. هذا الهجوم الحقيقة أقولها بصراحة أيقظ التنين، وهذه كلمة يعني لا أخجل من قولها. الآن أعداد كبيرة جدا، حالة النذير في مصراتة الآن على درجتها القصوى، الآن القوات تأهبت بشكل كبير جدا وأعداد يمكن لا يمكن حصرها من الآليات والمعدات العسكرية والشجعان والأبطال. الآن تحركوا باتجاه مدينة سرت، الآن يتمركزون بقرب مدينة سرت، خاضوا عدة مواجهات ناجحة وكبدوا العدو خسائر في منطقة الفبرات دون أن يفقدوا حتى جريح واحد أو يعني يتمكنوا من جرح شخص واحد. الآن يعني على الذين دخلوا مدينة سرت وهللوا وكبروا وفرحوا بهذا الدخول وسموه انتصارا كبيرا وعظيما، أن يترقبوا في الساعات القادمة ماذا سيحدث في مدينة سرت. ما كانوا فعلا يعني يتمترون بهذه الشجاعة ولهم القدرة على المواجهة فليبقوا في أماكنهم ولينتظروا الساعات القادمة. سيد سليمان، هل يعني بفتح جبهة أخرى في مدينة سرت هل يحاول مجرم الحرب حفتر إطالة أمد المعركة؟ هو لا يحاول إطالة أمد المعركة، هو يحاول أن يسحب يعني يؤثر على جبهة طرابلس بهذا العمل يعني الغبي. يعني يعتقد أن مصراتة كل ما عندها من قوة موجود في منطقة طرابلس أو في جنوب طرابلس، والحقيقة هو ليس اعتقاده خاطئ جدا. يعني قوة مصراتة في منطقة طرابلس يعني لا تتعدى 20 أو 25% من إجمالي القوة الموجودة لدى مدينة مصراتة، وكذلك أخوتنا وأحبائنا في مدينة إزليتن. نعم. يعني هاتين المدينتين تملكان من القوة ما يمكنهما من بسط سيطرتهما ليس فقط على سرت ولكن لينتظروا هذه القوة في الجفرة وثم شرقا إلى الرجمة بإذن الله.